ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الإخوة الكرام جميعاً، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً نحمد الله سبحانه وتعالى على أن هيأ لنا هذه المحاضرة، فهو أهل الثناء والحمد. ثم نشكر الإخوة الذين سعوا لإقامة هذه المحاضرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياهم هداة مهديين ويهدي بنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه المحاضرة القائل والسامع، وأن يكتبها في موازين الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وموضوع اليوم يا أخواننا هو يتعلق بشهادة أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من المتقرر عند كل مسلم، وأنا أريد أن أذكر هذه الأمور قبل أن أدخل إلى الموضوع، إن أخواننا من لم يشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم، وإن شهد للنبي عليه الصلاة والسلام بالذكاء، وشهد له بالعبقرية، وأنه القائد الملهم، وأنه السياسي المحنك، وأنه الأب الرحيم، وأنه الأخ الصادق، وإن كانت هذه الأوصاف أكملها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو اعتقد الإنسان هذه الصفات ثم لم يشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة فإن ذلك لا ينفعه. وقد شهد أبو طالب للنبي عليه الصلاة والسلام بالصدق وبأن ما جاء به إنما هو الحق، لكن لما لم يتشهد بشهادة الحق ويقر للنبي عليه الصلاة والسلام برسالة صار والعياذ بالله من أهل النار. ولذلك يا أخواننا دأم نحن نذكر، لأنه من الأمور المتقررة عند عقيدة السلفيين وأهل السنة والجماعة. ثانيا، أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك فيها عاقل بل مسلم، من حيث أنها واجبة للمسلم، وأن الذي لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم فليس من أتباعه عليه الصلاة والسلام. ويدل على ذلك أحاديث كثيرة، منها ما جاء في صحيح البخاري وغيره من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاء في البخاري أيضا من حديث عمر رضي الله عنه من رواية أنس أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الأول جاء به البخاري في كتاب الإيمان في باب حب الرسول من الإيمان صلى الله عليه وسلم. فده يا أخوانا أمري متقرر، حديث عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فقال عمر رضي الله عنه: فإنك الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. فيجب أن يقدم المسلم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبته. وعلى ذلك علامة، وهي الاتباع، وهي إذا تعارض ما فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيه شهوة النفس أو هوى الشيطان أو طاعة الكبراء والعظماء، فإنه لا يتردد في أن يقدم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كذلك جاء في صحيح البخاري من رواية أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نحن لا نريد أن نطيل المقام في بيان ما سطر الصحابة رضي الله عنهم والسلف من محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. والخلاصة في ذلك: لو كان حبك صادقا لأطعته، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع وإن كان في النفس شيء، من قول الشاعر: لعمري هذه، فإنه لا يجوز أن يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. المهم إن أخواننا، العلامة بتاعت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي المتابعة. ربنا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ربنا سبحانه وتعالى قال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. هذه هي العلامة الواضحة كالشمس على أن الإنسان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الادعاءات سهل، وأما الكذب سهل، عرفت؟ عشان كذا الصحابة رضي الله عنهم من محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يكرهون البدع ويشدون على أهل البدع، بل يشدون على من لم يقع في البدع
إن عارض السنة برأيه. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف. الصحابي روى الحديث لعله عبد الله بن أبي أوفى فيما أذكر، فصار الرجل يحذف تشيل الحصايا أو شيء بين السبابة والإبهام وترمي به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها قد تفقع العين وتكسر السن. ثم رآه يحذف فقال أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحذف وتحذف، والله لا أكلمك أبدا. وفي حديث ابن عمر لما روى حديث لا تمنع إماء الله مساجد الله، وقال أحد أبنائه من باب الغيرة الشديدة على الأعراب قال والله لنمنعهم، قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله وتقول والله لنمنعهن، والله ما أكلمك أبدا. فما كلمه حتى كلم فيه، تعظيم شديد لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشدون على الإنسان الذي يعارض السنة برأيه. ابن عمر قال لزول الحديث فقال له أرأيت إن كان كذا وكذا، قام عايا فوق ابن عمر قال أرأيت ذاك الكوكب، اجعل أرأيت في ذاك الكوكب. الشجاك من الرسول عليه الصلاة والسلام ده مش على العين والرأس، ده على عين أي بني آدم ماشي على الوطن. ومن لم يرفع بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسا فهو لا يستحق الاحترام، وذاته ما بيستحق الاحترام. والآثار في ذلك كثيرة، أنا لا أريد أن أطيل الموضوع. شاكد الأئمة الأربعة اتفقوا يا أخواننا إنه إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مذهبهم ولو لم يكن ذلك مما رووا. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما قال السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. شاكد الشافعي قال لي زول فتوى وداه حديث قال له أتقول بهذا؟ قال أتراني أعلق صليبا؟ أتراني أشد على وسطي زنارا؟ ودي كانت علامة أهل الذم، يعني شايفني أنا ما مسلم؟ أحدثك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به. وآثار كثيرة جدا وعظيمة جدا. سعيد بن المسيب كما ذكر العلامة الألباني رحمه الله رأى رجلا يصلي بعد الصبح ويكثر في الصلاة، فقال له لا تفعل، وداك متفلسف، قال أيعذبني الله على الصلاة؟ سيجي يقول لك تتكلم عن المولي، ربنا بعذبنا على محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وسعيد بن المسيب ده سيد التابعين وعالم علماء التابعين، قال أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. زول يا أخواننا يفهم الحجج دي تمام. طيب أيضا من الأمور المستقرة يا أخوان إن البدع في الدين محرمة، وإذا كان الأمة الليلة بتعاني مما تعاني من ضيق الأرزاق وغير ذلك فإن السبب في ذلك مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف وقد وقعت الهزيمة بالمسلمين يوم أحد؟ بسبب مخالفة أمر، ليس من باب المعارضة وإنما من باب الاجتهاد. فكيف الليلة نحن نجي نخترع لنا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ونضيف للدين ونقول دي من الدين، ودائر ربنا يرفع عننا ويفرج عننا ويخفف عننا. طيب البدعة يا أخواننا من الأمور المهمة أنها تباعد الإنسان عن الصراط المستقيم ولا تقربه إلى الله. ومهما اجتهد الإنسان في البدعة فإنه يزيد من الله بعدا وضلالا. ربنا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم. آخر حاجة، لا تلازم
بين إنكار البدع ومنها المولد والاحتفال به وبين محبة النبي عليه الصلاة والسلام. ودي نقطة مهمة يا أخوان، إنه زول يقول لك أنكرت المولد معناه أنت ما بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في تلازم، لأنه أنا أنكرت البدعة من باب تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن باب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنني أقول للإنسان المحتفل إنك تزعم أنك على خير لم يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا دار أردك للصراط المستقيم عشان تفهم. طيب البدعة يا أخواننا تعريف أجمع، قال الإمام الشاطبي رحمه الله هي طريقة في الدين مخترعة، طريقة في جنو في الدين، يعني ما في الدنيا، في الدنيا عمل الدائر مما هو مباح، دائر تعمل ميكروفون، دائر تولد لنا كهرباء من موية، دائر تولد لنا كهرباء من شجر من مطر من غيره، ما في مشكلة، لكن قال هي طريقة في الدين مخترعة، يعني ما عندها دليل، تضاهي الشرعية، يعني تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال، وده دليل التعريف، من أحدث في أمرنا، من أحدث جاب حاجة جديدة في أمرنا، جاب أضاف للدين ما ليس منه، ما عنده شنو، ما عنده دليل، فهو رد، رد معناه شنو، مردود على صاحبه، معناه فاسد غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. طيب المولد يا أخواننا من الذي أنشأه؟ أنشأته الدولة الفاطمية التي نشأت في العالم سنة 332 هجري، الدولة الفاطمية، وسموا أنفسهم زورا وبهتانا بالدولة الفاطمية، وإلا هما العبيديون، عبيد الله القداح الحاكم بأمر الله العبيدي، الذين حكموا بلاد المغرب العرب. والزول ده يا أخواننا زول باطني، والفرق الباطنية هي الفرق التي تبطن الكفر وتظهر الإسلام. الزول ده أظهر للناس الدين والتنسك، بعد ذاك ادعى النبوة، بعد ذاك ادعى الألوهية. أول حاجة قال لهم أنا بعلم الغيب، قاموا كتبوا له ورقة في المنبر، الكلام ده ذكره الإمام الذهبي في السير، ندوريك الناس اللي عملوا المولد ديل منه، قاموا خدتوا له في الكرسي بتاع خطبة الجمعة، قالوا له رضينا بالكفر وبالشرك ولم نرضى بالحماقة، إن كنت صادقا في ادعائك فسمي لنا صاحب البطاقة. ما أنت قلت بتعلم الغيب، نحن نبذناك في البطاقة دي، خدتنا لك في الكرسي، لو أنت بتعلم الغيب ورينا الكتب البطاقة، عرفتها؟ ودخل عليه بعض الناس قالوا له أنت ما من فاطمة رضي الله عنها، فقام طلع السيف والمال، قال هذا حسبي وهذا نسب، بس شغل بتاع رجالة بس. وده من الناس الذين قتلوا الحجاج وسرقوا الحجر الأسود 20 سنة، ولما قتل الحجاج وقف وقال أنا الله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. ديل الجماعة جابوا المولد، الناس ما جايب خبر. ولذلك يا أخواننا المولد كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في مناظرة له، وهي مختصرة مذكورة في الوصايات مختصرة، قام سأل الزول قال له أنت محتفل بالنبي عليه الصلاة والسلام عبادة ولا عادة ساكت؟ طبعا ما ممكن يقول عادة، قال عبادة. العبادة دي هل النبي عليه الصلاة والسلام علمها أم جهلها؟ طبعا لو قال جهلها بيبقى شنو؟ كافر، لأنه ربنا قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت شنو رسالته. وعائشة رضي الله عنها قالت ثلاثة أو ثلاث من حدثك بهن فقد كذب، وفي لفظ فقد أعظم على الله الفرية، منها
ومن حدثك أنه كتم شيئا من الرسالة فقد كذب، يعني تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الدين كله، فبنقول له هل النبي صلى الله عليه وسلم علم الخير ده ولا جهله؟ لابد أن يقول علمه. سؤال البعدين، هل النبي عليه الصلاة والسلام بلغ ولا كتم؟ لو قال كتم كفر، صح ولا ما صح؟ ما دي كم ماشي ما بتمرق منه. أي ذن نحن بنزل السؤال ده، هل النبي عليه الصلاة والسلام بلغ ولا كتم؟ لو قال كتم شنو؟ كفر. ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغ، نقول له شنو؟ جيب الدليل وهيهات الموضوع انتهى، الناظر انتهى. والله لو الناس منصفين الموضوع ما داير كلام كثير، كلام واضح. ما ممكن أخواننا يكون خير، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وبينته لكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا يقربنا إلى الله. عشان كده جاء في حديث البخاري حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال إنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها الرسول إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة سيئة، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ الدين كله. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك تخش الخلاء باليمين وتذكر دعاء الخلاء وتشيل معاك أحجار وما تستنجى براوس أو عظم وتستنجى بالشمال ما باليمين وتشيل معاك الموية الكافية وتقطع الجمار على ثلاث ولا تستقبل القبلة ببول ولا غاية ولا تستدبره، وإذا خرجت تقول غفرانك، ولا تدخل بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا تحدث صاحبك وأنت في الخلاء وتستتر. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ده وما يبين لنا أمر المولد لو دي، ها؟ معقول يا أخوانا؟ شيء بيقربنا لربنا ما يبينه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك يا أخوانا المولد ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ما فيهم واحد لما الناس وقعد وقال لهم يا أخواننا تعالوا نحتفل بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أدخل في الشبهات لأنه الزمن ضيق، عشان نفتح الفرصة للشيخ مزمل حفظه الله. طيب، من أول هذه الشبهات الفهم الخاطئ للآية من سورة يونس الآية 57، يقول لك بنحتفل لأنه ربنا قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول لك فليفرح، يفرح بجنو وما جايب خبر، واحد باو النوبة سكاكين هكاكين فكاكين لوككن في بلاد كبكي ما عارف لك أونن وكلام فارغ ساكن. ده شنو ده؟ هذول جاي وناس جايين لفتة، وفي واحدين شباب جايين لباطل وجايين لفارغة ولأخلاق سيئة، لكن هو ما فهم الموضوع وبس داير له شوفها بس اي حاجه تجوز له شنو انه يمشي محل البدعه ده. فيقول لك ربنا قال فبذلك فليفرح، ذلك ده شنو؟ ذلك ده ما يسمى اشاره، اشار لشنو؟ قل بفضل الله وبرحمته. فضل الله ورحمته دارت كلمات المفسرين على انها القران والاسلام والسنه، والدليل على ذلك الآية قبلها وكلام المفسرين، بجي بذكر لك هسه. ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نشوف كلام الإمام القرطبي رحمه الله، وهو من أئمة المالكية وهو متقدم، لأنه في واحد يقول لك لا ده شيوخه، هل قرطبي برضه شيوخنا؟ هنا قال في قوله تعالى الآية 58 قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون،
قال أبو سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنهما: وحسبك إذا جاءك التفسير من ابن عباس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. عشان كده العلماء قالوا تفسير ابن عباس له حكم الرفع، يعني كأنما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فضل الله القرآن ورحمته الإسلام. قالوا عنهما أيضا: فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله. وعن الحسن والضحاك ومجاهد وقتادة: فضل الله الإيمان ورحمته القرآن، عكس القول الأول. وفي النهاية كل أقوال أخواننا شوف متقاربة وتحتمل الآية، لكن ما في زول فسر فضل الله ورحمته بالمولد، في زول فسر هنا ما في. وما فسر به الإمام القرطبي وتفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي والإمام ابن الجوزي وغيره من العلماء والمفسرين. قال: فبذلك فليفرح، إشارة إلى الفضل والرحمة، يعني يفرح بجنو بالفضل والرحمة، يعني تفرح بالقرآن وتفرح إنه ربنا جعلك مسلم، ما جعلك تعبد الجبور أو تعبد الأصنام. الدارين يرجعون إليها الناس اللي بيحتفلوا بالموالد. طيب، قال: فبذلك فليفرحوا، وفي قراءة: فبذلك فلتفرحوا. قال: والفرح لذة في القلب بإدراك المحبوب. ده الموضوع، ما قال الفرح هو إنه تجيب صيوان وتجيب نسوان متبرجات وتعمل لك أنوار وحلاوة مولد. حلاوة مولد في هيئة ندى القلع، دي من آخر التقليعات والله. هل هو مولد ندى القلع؟ ما توروني أنتوا، خليكم صريحين، هل هو مولد ندى القلع ولا مولد الرسول صلى الله عليه وسلم فيما تزعمون؟ ده مولد منه. فيا أخوانا ده كله كذب، والبدعة بتبدأ صغيرة وبتنتهي كبير. فالآية دي هم فاهمينها غلط، ما فيها دليل لهم على أن هذه الآية تفيد الاحتفال بالمولد، فيها أن الإنسان يفرح ويسر بأنه جعل من المسلمين وجعل من أهل القرآن. من الشبهات اللي بيقولها برضو، قالوا صح إنه بدعة، لم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، لكنه بدعة حسنة. أزول يا أخواننا اللي بيقول بدعة حسنة، ده لا فاهم معنى بدعة ولا فاهم معنى حسنة، ما فاهم. لأنه ده من ألفاظ التضاد، زي الزول اللي بيقول الربا الحلال وزي الزول اللي بيقول الزنا الحلال. بدعة حسنة زي الزنا الحلال والربا الحلال، عرفتها؟ وهم يشيرون إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. طيب، الحديث قال سنة ولا قال بدعة؟ ها؟ قال سنة ما قال بدعة. فالبدعة يا أخواننا ضلالة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. عشان كده الإمام أحمد لما قال لزول داري احرم من المدينة، قال له: أحرم من ميقات أهل المدينة ذا الحليفة. قال له: أنا داري أحرم قبله. قال له: لا تفعل. قال: فإنما هي أميال أزيده، على المشكلة وين؟ قال: إني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في أميال أزيدها؟ قال: وأي فتنة في أن ترى نفسك على خير لم يبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تقول أنا دار أزيد، لا، بس محل الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم تحرم. فهنا الحديث ما عنده أي علاقة بالبدع، بل البدع من السنن السيئة. وقصة الحديث تحل الإشكال، حديث صحيح مسلم إنه جاء قوم مضر عليه الأثر الفاقر من الصحابة رضي الله عنه والفقر، والنبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين جنود رؤوف رحيم. لما رأى حالهم أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمة والشفقة على أمته، فاهتم واغتم
فلما صلى طلع المنبر فخطب وذكر الناس بالصدقة وقال تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع بره من صاع تمره، فلم يتصدق أحد، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب رجل من الأنصار فجاء بصرة كاد أن يعجز عن حملها بل قد عجز، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الناس الرجل الأنصاري تتابعوا على الصدقة، فصاروا يأتون بالطعام وبالملابس حتى سر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله من سن في الإسلام، ذي مناسبة الحديث، سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة إلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاصد منه، قاصد الرجل الأنصاري الذي بادر بالتصدق واستفتح للناس باب الصدقة. السؤال: هل الصدقة في الدين مشروعة ولا الرجل الأنصاري ده والزول تصدق؟ مشروع، مشروع، والأدلة كثيرة، والمتصدقين والمصدقات وآيات كثيرة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا إلى آخر، فهي مشروعة. وكذلك من هذا الباب قول عمر رضي الله عنه لما رأى الناس في صلاة التراويح نعمة البدعة، حديث عبد الرحمن بن عبد القاري في كتاب التراويح. وأصل ذلك البخاري جاب لي النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ثلاثة أو أربعة أيام. الليلة الأولى الناس كان بيصلوا في التراويح، يزول بيصلي برا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فصلوا بصلاة ناس، في ناس سمعوا إنه النبي صلى الله عليه وسلم امبارح صلى ووراءه ناس، فصلوا كتروا في الليلة الثانية، ثم في الليلة الثالثة، فلما كانت الليلة الرابعة والخامسة لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي أنشروا أن تفرق. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى الأمر على ذلك في عهد أبي بكر وشيئا من عهد عمر. ثم قال عمر لو أنا جمعنا الناس، فجمعهم على ابن تميم الداري وأبي بن كعب، ثم خرج عليهم وهم يصلون بصلاة إمامهم، فقال نعمة البدعة هذه. صلاة التراويح النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولا ما صلى؟ صلى. يبقى عندها أصل ولا ما عندها أصل؟ عندها دليل ولا ما عندها؟ عندها دليل. عشان كذا الإمام ابن رجب رحمه الله وغيره من العلماء قالوا وقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة، قال هذا في البدعة اللغوية لا الشرعية. البدعة اللغوية يعني شنو؟ أي حاجة جديدة يسمها بدعة. يعني مثلا ممكن أسمي الزول العام الأول قاروا رصابي في السودان أقول ده جاب لنا بدعة، لكن هل دي حرام؟ ما حرام، خلاص. لكن إذا كانت في الدين فهي شنو؟ فهي محرمة. ده دي الشبهة الثانية. الشبهة الثالثة قالوا صحيح إنه الصحابة والتابعين لم يحتفلوا، لكن ذلك لقرب عهدهم بالرسول صلى الله عليه وسلم فليس لهم حاجة في الاحتفال. شوف الشبهة دي، نقول لهم الشبهة دي رد عليكم أنتم ذاتكم، لأنه كون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما احتفلوا ده دليل على أنه دي ما فيها خير، صح ولا ما صح؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حديث البخاري ومسلم، حديث عمران بن الحسين وغيره من الصحابة، قال خيركم، وفي لفظ خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشش الكذب. فإذا كان أنتم شهدتوا بروحكم إن القرون المفضلة ما احتفلوا فديدوا إنه ده ما فيه خير، لأنه لو كان خير كان عمل منه الصحابة رضي الله عنهما. عشان كده عمر لما قالوا له في أمر أنت ما عملت، لماذا لم تفعل كذا، أو أنك ما فعلت كذا وهذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، قال هما المرآن يقتدى بهما. وقال أبو بكر رضي الله عنه قال إني أخاف إن تركت شيئا من سنته أن أهلك أو أن أزيد. طيب نمرة اثنين، ده برضو دليل، وهذا يناسب ما جاء عن ابن مسعود لما كان والي على الكوفة،
ولقى في المسجد ناس قاعدين حلق شارين معاهم نوى بتاع تمر، جنى التمر، الحصى بتاع التمر، واي زول شايل له 100، واحد واقف في الحلقه حلق كثيره في الجامع، لا شتموا زول، لا نبذوا زول، لا تكلموا في زول ولا يحلق، بس يقول لهم سبحوا 100 يسبحوا، هللوا 100 يهللوا، كبروا 100 يكبروا. فذهب ابو موسى الاشعري الى ابن مسعود ولم يتقدم بين يديه انتظار رايه واخبره، فقال له ابن مسعود: الا تخبرهم ان يحصوا سيئاتهم فاني ضامن ان لا يضيع من حسناتهم شيء. ثم وقف على حلقه من تلك الحلق وقال: يا امه محمد، ما اسرع هلكتكم، وده الشاهد من الحديث الجاي ده، هذه ثياب نبيكم لم تبلى. ما هم قالوا شنو؟ قالوا اصحاب الصحابه والتابعين ما احتفلوا لانه كانوا قريبين العهد. مش شوف ابن مسعود انكر على ذيل ليه؟ قال: هذه ثياب نبيكم. وذيل ما كان في اختلاف، ولا كان في مولد وفي صوره الشيخ ومدد يا فلان ويا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج، دي كان ما في خلاص. فقال لهم: أم هذه ثياب نبيكم لم تبلى وانيته لم تكسر، اما انكم على مله هي اهدى من مله محمد صلى الله عليه وسلم، او مفتتحوا باب ضلال. قالوا: يا ابا عبد الرحمن، ما اردنا الا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يبلغه، وان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان قوما يخرجون في اخر الزمان يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. قال الراوي: فرايت عامه اولئك يطاعنوننا يوم النهروان. السبب شنو؟ كفروا الصحابه، بقوا خوارج، بدوا بشنو؟ ببدعة ما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أبو بكر الصديق من فقه قال: إني أخاف إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. طيب، الشبهة الرابعة، قالوا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين. قالوا: الحديث ده ضعيف ولا صحيح؟ قلنا له: صحيح. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. انت ما فهم الحديث، ما فهم الحديث. طيب، وديل خالفوا الحديث في نقاط. النقطة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين، وهؤلاء يأكلون يوم الاثنين، في علاقة بين الصيام، ولكن ما في علاقة يا ناس، جبتوا نضى القرعة أكلتوها. الاستدلال بالحديث ده يستغيب كيف؟ لو كان بيجوز ذاته بالحديث ده، انتم تطبيقكم ده غلط. لو كان الاحتفال كده، لو كان الاحتفال بيجوز، ما كان بيجوز بطريقتكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شنو يا اخواننا؟ كان بيصوف، وديل بيعملوا شنو؟ برد مراد ثقيل. فتم توم حمتني النوم، والفتم شط حمتني النطه، ناس بنططوا للصبح في الشتاء. معقول يا اخواننا ديل صايمين؟ ها؟ ناس زول يشيل النوبه 6 ساعات للصبح، ده معقول صايم يا اخوان؟ طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم، وديل شنو؟ بياكلوا. ده نمره واحد. نمره اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم كل اثنين في السنه كلها، وديل ما بيصوموا الا الاثنين اللي بيجي في شنو؟ في ربيع الثاني، وهو واحد او اثنين، صح ولا ما صح؟ اما يقع اثنين واحد او اثنينين بس، ما فوتني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم شنو؟ كان بيصوم كل اثنين، وديل بياكلوا في اثنين بتاع ربيع الاول. في الاثنين ذاته كان بيصوم النبي صلى الله عليه وسلم، هم بياكلوا بتاع ربيع الاول ذاته، ما كفاهم اثنين السنه كلها لحد ما اكلوا في الاثنين بتاع ربيع الاول. ده الوجه الثاني. الوجه الثالث، العلماء قالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم بيصوم الاثنين ده دليل على انه ده انه ده شنو يا اخواننا؟ انه ده ما عيد. ليه؟ لأن العيد ما بجوز الصيام فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى. حرام تصوم شنو؟ يوم العيد حرام، صح ولا ما صح؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم ولا كان بيفطر؟ لو كان بيفطر كان بيكون عيد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان شنو؟ كان بيصوم. فسقط الاستدلال بهذا الحديث، وتبين فهمهم الخاطئ هذا الحديث. الناس اللي بيجيبوا لهم كلام بعيد وكذا، ما بيجيبوا لك دليل واضح على حجيتهم للاحتفال بهذا المولد. طيب، قالوا ابن تيميه، ودي يمكن تكون من اقوى الشبه
عندهم ابن تيمية قالوا أجاز الاحتفال بالمولد. طيب أنا جبت كتاب ابن تيمية المسمى باقتضاء صراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. والكتاب ده ألف ابن تيمية عشان ينبه المسلمين إنه ما يشبهوا باليهود والنصارى. تقول أجاز فيه الاحتفال. طيب نشوف ابن تيمية أصلاً كان بيتكلم عن شنو. الصفحة رقم 475. طيب أو 474 فصل ده كلام ابن تيمية. قال قد تقدم أن العيد يكون اسماً لنفس المكان ولنفس الزمان ولنفس الاجتماع. وهذه الثلاثة قد أحدث منها أشياء. أما الزمان فثلاثة أنواع ويدخل فيها بعض بدع أعياد المكان والأفعال. يعني ابن تيمية بيتكلم لك عن شنو؟ الأعياد. قال لك العيد عبادة لكن في ناس دخلوا فيه شنو؟ أعياد ما أنزل الله بها من سلطان. قال أحدها يوم لم تعظمه الشريعة أصلا ولم يكن له ذكر في السلف ولا جرى فيه ما يوجب تعظيمه مثل أول خميس من رجب وليلة تلك الجمعة التي تسمى الرغائب. فإن تعظيم هذا اليوم والليلة إنما حدث في الإسلام بعد المئة الرابعة وروي فيه حديث موضوع باتفاق العلماء مضمونه فضيلة صيام ذلك اليوم وصلاة الرغائب. وبدأ يتكلم. طيب قال والنوع الثاني ما جرى فيه حادثة كما كان يجري في غيره من غير أن يوجب ذلك جعله موسما ولا كان السلف يعظمونه كثامن عشر ذي الحجة الذي خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيه بغدير خم مرجعه من حجة الوداع. يعني في حاجات حصلت اتفاقا مثلا في يوم 18 ذي الحجة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء راجع من الحج خطب في مكان اسمه غدير خم. خطب لأنه احتاج الخطبة فعلشنا أخواننا اتفاقا يعني ما قصد المكان وإنما حصل شنو جو الشيعة عظموا هذا اليوم وهذا المكان وحصل فيه شيء حصل فيه خطبة لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصده يا أخواننا بجنو بالعبادة ولا عظم هذا اليوم وإنما حصل ذلك اتفاقا. نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين شيء من الأحكام فحصل في ذلك المكان. يقوموا يعظموا اليوم ده ويعملوا شنو عيد هذا من الباطل والضلال. كذلك قال وليس الغرض الكلام في مسألة الإمامة بعد ما تكلم عن الرافض وإنما الغرض أن اتخاذ هذا اليوم عيدا محدث لا أصل له فلم يكن في السلف لا من أهل البيت ولا من غيرهم من اتخذ ذلك اليوم عيدا حتى يحدث فيه أعمالا إذ الأعياد شريعة من الشرائع زي الصلاة والزكاة وغيرها فيجب فيها الاتباع لا الابتداع. وللنبي صلى الله عليه وسلم خطب وعهود ووقائع في أيام متعددة مثل يوم بدر وحنين والخندق وفتح مكة ووقت هجرته ودخوله المدينة وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد الدين ثم لم يوجب ذلك أن يتخذ أمثال تلك الأيام أعيادا وإنما يفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام أعيادا أو اليهود وإنما العيد شريعة فما شرعه الله اتبع وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه. يعني ابن تيمية بيتكلم عن شنو؟ إن يا أخواننا في أحداث وقعت لكن أنت تتخذ شنو؟ عيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما قاتلهم يوم بدر سواعي الذكرى الثالثة عشر اللي بدر حصلت ما في ولا الصحابة عملوا ولا غزوة أحد ولا يعني دخول المدينة ولا المهاجر من مكة إلى آخر. طيب قال وكذلك ده كلام ابن تيمية اللي بيجوا بيقطعوا الصوفية زي ناس الإزيري وحامد بابكر والخنجر وغيره من شيوخ الصوفية والضلال. قال وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع لا على ركز في الكلام ده كله. يعني يوم المولد هجنوا أنتم مركزين معايا يا أخوانا يعني يوم المولد هجنوا يعني قال والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. كلام ده واضح ولا ما واضح؟ مع اختلاف الناس في مولده في ناس قالوا يوم 8 في ناس قالوا يوم كم 12 وفي ناس قالوا غير ذلك من الأقوال. قال فإن هذا لم يفعله السلف ياتوا اتخاذ يوم العيد شنو اتخاذ يوم المولد عيدا ضوي هنا بسم الله. قال فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان هذا خيرا ولو كان هذا خيرا ما محضا
أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا. كلام واضح ولا ما واضح؟ كلام واضح. ابن تيمية يرى أنه الاحتفال ده بدعة من البدع. برضو من الشبهة جابوها، أنا أختم بالشبهة دي، في كلام تاني نقاط تاني لكن خلي المجال لي الشيخ مزمل إن شاء الله، أن أبا لهب رؤية في المنام بشر حيبة، يعني شر حال، فخفف عنه باعتاق ثويبة التي أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتح الباري، هذا ليه فتح الباري؟ في حديث رقم 5101، في حديث طويل انه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم انه يتزوج فلان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعرضوا علي بناتكن ولا اخواتكن. قال عروه بن الزبير، وهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو من التابعين، وانا اديتك المعلومه دي لانه حنستفيد منها لقدام. قال عروه: وثويبه مولاه لابي لهب، وكان ابو لهب اعتقها فارضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات ابو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. في جاء بعض الروايات أنه يعني يسقى ما بقدر الإبهام. طيب، قال ابن حجر: وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهره أن عتقه لها كان قبل إرضاعه، والذي في السير يخالفه، وهو أن أبا لهب أعتقها قبل الهجرة، وذلك بعد الإرضاع بدهر طويل. يعني كان السبب بتاع أبو لهب لا ماشم ما كان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أعتق بعد الهجرة، بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال ابن حجر: وفي الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة، يعني رواية عروة، ونحن بنعرف أنه هنجي نتكلم عنه. قال: قد ينفع العمل الصالح في الآخرة، لكنه مخالف لظاهر القرآن. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه شنو؟ هباء منثورا. عملوا شنو؟ باطل. قال: وأجيب أولا بأن الخبر مرسل أرسله عروة، والمرسل هو ما أضافه التابع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من قسم الضعيف باتفاق العلماء. يعني الرواية ذاتها شنو يا أخواننا؟ ضعيفة. زول يقول لك: طيب انت ضعفت لنا الرواية في البخاري. ما ضعفنا، لأنه صحيح البخاري اسمه الصحيح المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه. يعني الحديث اللي بيجيب البخاري بالإسناد دي خاشة في صحيح البخاري، أما اللي بيجيب معلقة أو بيجيب مرسلة أو مقطوعة وغيرها، هذه ليست من شرط البخاري، وده ما فيه تضعيف ولا طعن في البخاري. فأول حاجة ابن حجر قال لك مرسلة، والمرسل يا أخواننا ماله؟ ضعيف. ده نمرة واحد. نمرة اثنين قال: ولم يذكر من حدثه به. نمرة اثنين عروة ابن الزبير شنو؟ ما ذكر لنا يا أخواننا من الذي حدثه بذلك. نمرة اثنين. نمرة ثلاثة: وعلى تقدير أن يكون موصولا فالذي في الخبر رؤيا منام فلا حجة فيه. زول شاف في النوم، والنوم ده احنا ما بناخذ به دين الا من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا الانبياء شنو؟ وحي. اما زول نام ساكت، نام انا ذاتي ما بنوم، عندي سرير وانت سرير، وانا عندي بطانيه وعندك بطانيه. طيب، فذكرنا يا اخواننا اول حاجه انه الخبر ضعيف، والمثل بيقول لك ثبت العرش ثم شنو؟ ثم انقش. فاول حاجه ما ثابت يا اخواننا انه انه يعني ثويبه انه ابا لهب اعتقها، ده ما ثابت، لانه هذه روايه مرسله من مراسيل عروه بن الزبير، والمرسل من اقسام الضعيف. ثانيا، هذا الحديث يعارض القران كما ذكر ابن حجر، ده ما كلامنا نحن، ده كلام ابن حجر رحمه الله. نمره ثلاثه: ان هذا الخبر رؤيا منام لا حجه فيه، لانه قال في واحد من اهله، عروه قال كده، قال في واحد من اهله شافه بحال كعبه وكده، لكن قال باعتاق ثويبه خفف عنه. ف
ال- 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 الكلام ده أخواننا رؤية في المنام، رؤية في المنام، ورؤية المنام لا يثبت بها حكم شرعي. رابعا أن الذي رأى لم يكن إذ ذاك أسلم، قال ولعل الذي رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعد فلا يحتج به. يعني الزول الشاف ذاته شنو وما مسلم ذاته. ولذلك يا أخواننا ما في دليل لهؤلاء الناس على هذه البدعة. ولذلك يا أخواننا نحن نحذر المسلمين كما حذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إياكم ومحدثات الأمور. والزول اللي بيركب راسه وبيمشي ويقول بحتفل بالرجالة كده وبالعافية، احنا بنحذرك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أختم به، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، وليذادن يعني بيطردوهم أقوام من أمتي من على الحوض، حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما احتفل إلا عشان يعني يشرب من الحوض محبة في النبي صلى الله عليه وسلم، فيعامل بنقيض قصده. قال وليذادن أقوام من أمتي من على الحوض فأقول أمتي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا لمن غير وبدل. زول جاب له بدعة عشان تقربوا لربنا، النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يدعو عليه، يدعو عليه. ولذلك يا أخوانا الإنسان يحذر البدع ويرجع إلى كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويفهم القرآن والسنة بفهم الصحابة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يبصرنا بالحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه.